تعيد الموازنة العامة النقاش إلى مجلس الوزراء بعد شلل دام لنحو 3 أشهر، وذلك بالتوازي مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. لكن هذه الموازنة التي أكدت أوساط حكومية أنها تؤسس لخطة للسنوات الثلاث المقبلة سرعان ما أثارت انتقادات لاحتوائها زيادات ضريبية. زيادات بالضرائب، زيادات بالرسوم، ما فيها نواحي استثمارية، ما فيها دعم للجامعة اللبنانية، وما فيها دعم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللصناديق الضامنة البقية. هذا شيء بشكل بحد ذاته خطر يعني على الشعب اللبناني بمجمله وعلى الطبقات الفقيرة والطبقات العمالية. تبتعد الحكومة في الموازنة عن توحيد سعر صرف الدولار، ما سيبقي الفوضى المالية مستشرية، وهي تقدر نسبة العجز بنحو 20% دون احتساب السلفات المالية لكهرباء لبنان، ما سيرفع العجز في هذه الحال إلى أكثر من 30%، وهو ما يدفع خبراء لاعتبار الموازنة غير إصلاحية ولا تصلح للتمهيد لخطة التعافي المفترض إقرارها مع صندوق النقد الدولي. لا هي موازنة ولا هي خطة ولا هي أداة ضمن خطة كبيرة. اليوم لتقوى ليرة اللبنانية بده يصير عندك أنه نحن نصير نقدر نصدر أكثر، وبالتالي بدنا نعطي نحفز الشركات اللي بتصدر باللبنان اللبنانية مش نزيد عليها الضرائب. كمان ما جابت سيرتها أبدا للكهرباء، كيف بدهم يعملوا إصلاح؟ ما في رؤية، يعني غياب تام، كأنهم هن منفصلين عن الواقع للأسف. إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وبعد ذلك في البرلمان لن يتم قبل شهرين، أي قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة، ما سيجعل التحدي الأكبر ألا تتحول إلى موازنة انتخابية تزيد من خسائر النظام المالي اللبناني. البدء بنقاش الموازنة العامة سيكون بالتوازي مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن الانكماش الاقتصادي الذي بلغ أوجه في لبنان سيجعل من رحلة التعافي في حال حصلت رحلة شاقة جدا، إنما تبقى أفضل من الانهيار التام. كلوديا أبي حنا، الغد، بيروت.